مرحبا، معكم المهندس عمار القهوجي، مهندس معماري. اليوم رح نحكي عن مشروع جنة يلبا. طبعا المشروع تم تصميمه مع بوسة داشتن أركيتكتس. Biz mimarlar insanlara hayat veren kişileriz. Şehre değer katan kişileriz. Ve Omran Türk'ün bu konuda bizi sonuna kadar destekleyip. طبعا معماريا لنجاح اي مشروع في عدة عوامل مهمة. بداية من موقع المشروع، المشروع يقع على هضبة مرتفعة مطلة على البحر من الجهة الشمالية وعلى الغابات من باقي الجهات. واحد من أهم العوامل المرتبطة بالإطلالة هو الخصوصية، واللي هو يعد عامل كثير مهم بالنسبة للمشاريع السكنية. ننتقل لموضوع التخديم وسهولة الوصول. المشروع بشكل كامل موجود تحته مواقف للسيارات، وعملت ربط بين كتل المشروع والخدمات الداخلية اللي موجودة فيه، مثل حمام السباحة أو الحمام التركي أو الكافيه أو ملحقات الساونا وهالأمور هاي. طبيعة الأرض وفرق المناسيب الموجود بالأرض شكل عنا الفيلا الموجودة هالشكل. هذا فيلا، هي الفيلا الخاصية تبعها لها إطلالة مباشرة على البحر، بنفس الوقت ما عم تحجب الإطلالة على الحديقة أو على البلوكات الخلفية. تم تصميمه بحيث يراعي الاستخدام الأمثل للمساحات وبدون هدر للمساحات. بيضل واحد من أهم العوامل لنجاح المشروع معماريا هو الدقة بالتنفيذ والمراقبة الدائمة لتنفيذ التصميم على أكمل وجه. لو في أي سؤال أو استفسار، يا ريت تتركوا لنا إياه بالتعليقات، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.